تقدمت ثلاث منظمات حقوقية بشكوى دولية أمام كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للاحتجاج على منع الحكومة القطرية مواطنيها من أداء فريضة الحج أو العمرة. وأوضحت المنظمات أن قطر تحرم مواطنيها من الذهاب إلى الحج أو العمرة بسبب نزاعها السياسي مع السعودية، معتبرة ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان وحرية العبادة والتعبير.